حفاظا على أمن الطرق، نظمت الهيئة الوطنية لأمن الطرق التابعة لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الوطني دورة لإنفاذ قانون المرور الجديد والذي وضع بمبادرة من الوزارة. هذا وقد اختتمت هذه الدورة التي شارك فيها 150 من رجال شرطة المرور والشرطة القضائية والدرك الوطني وكتاب العدل، حيث استلموا شهادات المشاركة بعد يومين من عمر الدورة. نعيد إلى الأذهان بأن هناك توصيات قدمت من قبل الثلاثة أطرافنا المشاركة والتي انصبت في ضرورة سلامة الطرق ووضع حد للحوادث المرورية الناجمة عن تعاطي المخدرات والكحوليات والإهمال في قيادة السيارات، سواء كان السرعة الفائقة أو الاتصال بالهاتف أثناء القيادة. الكود ده الناس اللي يخطوا أن أبليكاسيون ده بوليسير يخطوا أن أبليكاسيون عشان هم ما قاعدين في الشارع كان لهم نادم قاعد بهج بالتليفون ماشي بموتو الناس اللي بوقفوا ما أنينا من سيران ترانسبور الناس أنا بوليس وقالهم كانوا يتير شاين زيادة ومن جمعنا مرك برا كلها الناس أنا جندرمري قاعدين هم ما بوقفوا عشان ده جندرمري ما بوليس ده. ناس امبورطان لي ابليكاسيون انا كود وهنا جوستيس مالا جينالون بروكيرور دون افوكا دون وناس غريفيه ماجسترا دون هما بيان ناس علوم كان انت سويت حادث ميم كان انت كلام ده لوغو تو ريغلمان لا ميابل كولا لازم جوستيس يعني بشيلا سانكسيون. ان شعار حمله المرور له مغزى للحفاظ على امن الطرق، الا وهو قانون محترم ينقذ الحياه.